الممثل وجيه صقر، أهلا وسهلا فيك عمو ألفان. أهلا وسهلا فيك، هلا ويعطيكم ألف عافية. يعني اشتقنا لك وما اشتقنا لك، حضرنا لك مسلسل على الشاشة الصغيرة، بس اشتقنا لك هيك بعمل كتير كبير وضخم بلبنان. يلا قريبا إن الله راد رح بتشوفوا. أنا صورت مسلسل هلأ حاليا بتركيا، مترجم اسمه الخائن. الممثلين هن لبنانيين وسوريين. بضم العمل تقريبا 90 حلقة، رح بتشوفوه بأوائل أكتوبر على شاشة شاهد والأم بي سي. بعدك دايما بدور الشرير يما؟ لا جود جاي، صرت منيح. شو دورك بالخائن؟ مدير مستشفى بتشتغل عندي، بتكون الطبيبة أسيل اللي هي سلافة معمار، وبكون هيك حيطها وبعطيها سبورت يعني، وبسندها بمشاكلها مع جوزها يعني. هذا دوري يعني، ما في حنون. ايه حنون، دور واحد حنون، ومن شان هيك قبلت لعبته يعني، انه حبيت لانه اللي زمان مش لاعب جود جاي يعني، زلمه منيح، فبقى يلا نقشت هالمره. نقشت وجه. بعدك الثورج الدائم يا ما بطلت الثوره؟ بعدني ثوره دائم، ونقلتها على الانستغرام وعلى التيك توك عندي. بشوف الفيديوهات عندي كلهم بتحكي عن الثورة، وبتحكي عن الوضع، وبتحكي عن هالسياسيين الفاسدين، وبتحكي عن كل شيء، وعم بتهدد من ورا فيديوهاتي كتير عم بتهدد، بس اللي بيطلع بإيدهم بيطلع بإجنون. مين عم بيهددك؟ أحزاب معينة من لبنان؟ الأشخاص يلي بينتموا لهالأحزاب، إيه عم بتهدد بطريقة علنية ومباشرة كمان، فقد ما اتهدد ما رح يقدروا يوصلوا لي. ما في دولة تحميك؟ لا ما في دولة تحميني، أنا حامي حالي. وأنا دعيت بفيديو، دعيت إنه يكون في مثل شو اسمه، أمن ذاتي، كل واحد يكون عنده أمن ذاتي، لأنه الدنيا فالتة، السرقة فالتة، الناس فالتة، ما دام السلطة والوزراء هن عم بيسرقونا، فبقى العالم أكيد بدها تسرق بعضها، فالناس عم تاكل بعضها بالعربي المشبرح. فأنا دعيت إنه يكون كل واحد عنده أمن ذاتي، لأنه نحن هلا بشريعة غاب ما عندنا دولة. طيب بالفن كمان في شريعة غاب؟ طبعا. كيف؟ ناس بيطلع لها مسلسلات، ناس ما بيطلع لها، في وسايط شو؟ طبعا في جروبات، بكل اكيب في عندهم جروبات، في ما في، مش كل واحد عم بياخذ حقه بالوسط الفني، مش كل واحد عم بياخذ الدور اللي هو بيحلم فيه. فشريط الغاب وين ما كان، حتى بالوسط الفني يعني، انه بدها تنظيم. اذا الدوله مش ماشي ومش منظمه، الوسط الفني رح يكون مش ماشي كمان. اعطينك حقك بالفن؟ انا اخذته غصب عنهم، اخذته غصب عنهم ومكتفي وكتر خير الله. هلا صار لي 32 سنه بالفن، لعبت كل الادوار، عندي 87 مسلسل، وانت تبعتيني من اول ما بلشت، لعبت الادوار المنيحه ولعبت الادوار السيئه ولعبت الادوار المركبه، شبعت غليله ماديا. لا اكيد لا ما اخذ حقي ماديا، بس ما كان هو هدفي، تحقيق الذات كان هو الهدف الاول. هيدا عدا عن المسرحيات اللي قمت فيها، عم ذكرك. طبعا عدا عن المسرحيات، انه انا في اعتبر انه شفيت غليلة، انا نجم مسرحي وتلفزيوني بذات الوقت، قليلة تلاقي ممثل لبناني هو نجم مسرحي ونجم تلفزيوني بنفس الوقت. كتير القائك كتير حلو. ما زالك جبت سيرة الماديات وجيه، عندك مصاري واقفة بالبنك؟ كل مصريات راحت بالبنك، كل مصرياتي مصاري كتير راحت بالبنك. انا بعت بيتي بالداون تاون، كان عندي بيت بالداون تاون، وشركتي كمان اخذت حصتي منها، حطيتهم كلهم بالبنك وراحوا كلهم. ما قدرت شحطت الملح تقدر اعالج والدتي الله يرحمها، شحطت الملح، ولو ما كنت بحاجه ما كنت سافرت على مصر تقدر اجيب مصاري، لانه اكلتني الديونات، وما كنت معي حق دواء اشتري فيه، حق دواء تشتري لوالدتي، ما كان معي حق ربطه خبز تفوتها على البيت. مشان هيك تركت لبنان ورحت على مصر تصور، واثناء غيابي بمصر توفت والدتي. بتذكر وانا وانشلع قلبي، كيف انت اللي كنت كتير معلق فيها؟ انا كتير انقهرت وبعدني لهلا مقهور، وكله الحق على السلطه الفاسده يلي اخذت لي مصرياتي، وما رح سامحها ورح ضلني وراها لو بدها تكلفني حياتي. فكرك رح يتاثروا يعني اذا انت قلت هيك؟ على القليله بدي احكي، على القليله انا بفش خلقي، على القليله بدي فش خلقي، بدي احكي اللي بدي اياهم، اقول لهم انتم حراميه، انتم فاسدين، انتم سرقتونا، وكلكم يعني كلكم دون استثناء، الكبير فيكم لاخر واحد، لحتى الموظفين بالدرجه الاولى بالدوله، انتم سرقتونا وان شاء الله بتحطون على اولادكم، بالاضافه بضم لكم حاكم مصرف لبنان كمان، ان شاء الله بتحطون على سليلتكم يلي اخذتوهم من درب اميتنا ومن درب اولادنا.
طيب وجيه بالاول كانت الثوره غير شيء، بعدين تحزبت يعني وقت انتم نزلتوا انت وبديع ابو شقره وكريم رزق الله وكل هالفنانين، يعني رجعت بعدين تسيست هيدا الحزب يعمل ثوره بهالمنطقه وهذا الحزب وهذا يعمل طابور خامس هون، بعدك كمان؟ انا بعدني كلهم، يعني كلهم، وبنبه الناس يلي بعده عم يتحزب وبعده راكد ورا العبايه السياسيه والعبايه الطائفيه يرتد، لانه رح يجيهم نهار باسم الدين. هيدول عملوا الحرب اللبنانية، هيدول زعماءكم باسم الدين قتلونا دبحونا على الهوية من الجهتين، باسم الدين هجرونا من البلد، باسم الدين عملوا زعمة عليكم وسرقولكم مصرياتكم. وعو بقى وعو، وعكم تفكروا انه زعيمكم محمي، زعيمكم هو مسؤول عن خرابنا نحن اللي نحن واصلينهم. وبرجع بقول وبكرر كلهم، يعني كلهم دون استثناء. كتير منيح، نحن هلأ اليوم بمس جنوب، ملكة جمال الجنوب. أول شيء هيك بتترقب قديش بده يكون نسبة الجمال، لأنه آخر مرة عملوا مس جنوب من حوالي 30 سنة طلعت هيفا وهبي. بتخيل كل شيء إيفان بحضره زكريا فحام، أنا بتفائل فيه. زكريا من أشخاص يلي بيشتغلوا كتير ويلي عنده ذوق رفيع، فبتخيل رح يكون شيء كتير حلو. أول شيء اللوكيشن اللي نحن جينا عليه سوبر واو، المعازيم سوبر واو، حضرتكم الإعلاميين الدرجة الأولى تفضلوا كلكم موجودين هون، فبتخيلوا رح يكون شيء كتير واو. طيب شو بتتمنى لها لمس جنوب؟ بتمنى لها أول شيء راحة البال، بعدين يكون عندها هدف واضح وتكون عم تشتغل بهذا الهدف، يكون عندها برنامج حلو تكون عم تشتغل فيه للبلد أو للمنطقة أو للجنوب، لأنه هي مس جنوب بتشتغل للجنوب. يكون عندها وعي، تكون عندها وعي ثورجي، توعي الناس ضد الأحزاب، ضد الطائفية، ضد الدين ومشتقاته والزعماء يلي حاملين الدين وعم بيحاربوا فيه. فبتخيل انه في عنا جيل مؤمن بالثورة، والثورة اللي بيقلك انه فشلت انه له لا، بالعكس وعت كتير ناس، لو لحقين زعمائهم، لو لحقين مين ما كان، وعت الناس على موضوع كتير مهم، انه نحن لبنانية، نحن بكل الطوائف جسم واحد، لن نفرق عن بعضنا، المسيحي والعلوي والدرزي والكل والمسلم، نحن لبنان ورح يكمل لبنان معنا، مش معهم، رح يكمل معنا، وهن السلطة إلى مزبلة التاريخ. يعني من الثورة بدي أسألك سؤال فني، أنا بتذكر عندي ذكريات أنا وياك، كنت كتير صديق أنت وماجي بغصن واستقبلتكم بإحدى الإذاعات مقابلة سوا، ليش ما عاد شفتكم سوا بولا مسلسل ولا فيلم ولا شيء؟ الحقيقة ما بعرف، أنا بعدها بتجمعني صداقة كتير قوية بماجي بغصن ومن الأصدقاء يلي ربينا سوا، مش ما عدنا اشتغلنا سوا، ما بعرف، بدك تسألي الجهة المنتجة عندهم بالشركة إيجل. بغار منك يعني؟ لا جمال كتير أصحاب أنا وياه وعندي احترام جدا كبير لإله، بس عن جد ما عندي جواب. إنه بالفعل أوقات بسأل حالي أنا ولا مرة بعد شغل مع إيجل فيلم، بس الجواب عندهم هلا مش عندي أبدا، بس هذا شيء ما بيمنع إنه أنا ضلني أصحاب أنا ماجي أبو غصن، لأنه أنا صداقتي هي إنسانية معه وهي قديمة منذ الصغر من أيام الجامعة، فاشتغلت أو ما اشتغلت رح ضلني حبها ورح ضلني أصحاب أنا وياها. طيب هنيتها بالموت واحد اثنين ثلاثة؟ للأسف ما قدرت حضرت ولا جزء منهم، لأنه أنا ما كنت خارج لبنان. أنا وقت انعمل للموت كنت بمصر عم صور، وقت انعمل للموت وانعرض أنا كنت كمان بتركيا عم صور، يعني ثلاث سنين برمضان كنت أنا عم صور، كنت عم صور كمان على الام تي في والتقينا، كان دور كوستا شديا، فما قدرت شفت ولا مسلسل رمضاني أبداً 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 للأفع. شو بتتمنى لها؟ ماجي شو ما اتمني لها بضل مأثر عليها، بتمني لها المحبة والازدهار والنجومية أكتر وأكتر وأكتر وأكتر. وبعرفها أنا على الصعيد الشخصي وأنت بتعرفيها على الصعيد الشخصي، ماجي بوغصن هي إنسانة جدا متواضعة وقريبة جدا للقلب وبحبها قد الدنيا، وبتمني لها أنه تضلها بهذا العطاء وتضلها عم تشتغل بالدراما اللبنانية، لأنه هي مؤمنة بالدراما اللبنانية، فبقلها يعطيك العافية وإن شاء الله عائدية كمان تتطور الدراما اللبنانية يا رب. شكراً وجيه. Thank you لألي. ولمعرفة كل أخبارنا الفنية زوروا موقعنا الفن.com وما تنسوا تشتركوا على قناتنا على اليوتيوب.